حياكم الله وسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارجة احييكم وارحب بكم من هذه الفقرة المميزة، فقرة السوق من سوق حراج سيارات الشارجة. مثل ما تعرفون سوق حراج سيارات الشارجة من اقدم الاسواق الموجودة على مستوى الشرق الاوسط، واليوم مختار لكم هذا المعرض ما شاء الله يتميز بان عنده سيارات نقل اللي هي سيارات التجارية، وايضا سيارات الجميلة هذه هي سيارات الدفع الرباعي، سيارات العائلية، ولاصحاب المشاريع واصحاب المحلات اللي حاب ياخذ سيارة يتفضل عندنا في هذا المعرض. ولكم حياكم الله وخلكم ويانا وتابعونا متعرفي أكثر وياكم مع صاحب المعرض أو مدير المعرض يخبرنا عن هذه السيارات والموديلات الموجودة عندنا. حياكم الله وسعد الله اوقاتكم ونجدد لكم التحيه متابعينا مشاهدينا الكرام، ونتعرف فيها ان شاء الله وياكم على صاحب المعرض او مدير المعرض خبرنا عن السيارات اللي خبرتكم عنها. طبعا عندنا سيارات تجاريه وايضا السيارات العائليه نتعرف فيها وياكم ان شاء الله مع اخونا ابو جمال. ابو جمال تعرفنا باسمك جزاك الله خير. محمد اخوي. محمد. ابو جمال صاحب معرض النشوان. يا مرحبا. نعم. معرض النشوان من اقدم المعارض الموجوده عندنا في اماره الشارقه ونحيده من ايام التسعينات. اي 89. 89 سنه من سنه 89 هذا المعرض متخصص ب ابو شغاره. نعم متخصص. نعم. هذا المعرض مشاهدينا الكرام بسياره دفع رباعي وايضا سيارات النغل الصغيره ومتخصص في التيوتا، ورجل ما شاء الله عليه يعتبر من رواد او من اصحاب المعارض القديمه اللي موجوده عندنا في اماره الشارقه. ابو جمال حيك نحن ومبارك لك ما شاء الله على هذه النقله ايضا في سوق حراج الشارجه الجديد. نعم. والى الان انت بعدك عاشق لسيارات التيوتا والدفع الرباعي وسيارات النقل. نعم نعم. لكن اليوم انا لاحظت عندك انت اكثر شيء عندك السيارات النقل اللي هي الهايلكس. الهايلكس خبرنا عنها بارك الله فيك. بارك هايلكس هذا موديل 2020. الموديلات اللي موجوده عندك موجوده 2020 2019 وال17 18. نعم. موجود البرادوات موجوده 2019 و2018، الاستيشنات موجوده 2019 نعم و2018 موجود. يعني موجوده الموديلات حمد من 15 وطالع موجوده عند اخونا ابو جمال حتى فورتشنر. نعم. السيارات اللي عندك كلها 8 ولا 6 ولا 4 سلندر؟ في 6 وفي 4 وفي 8. انزل الحين. نعم. احنا تكلمنا في بدايه الفقره هذه عن سيارات النقل، سيارات التجاري اللي هي الهايلكس. هايلكس. الهايلكس. نعم. نعم. خبرنا عن هذا اللي موجود عندنا هنا ما شاء الله. شوف انا مثل ما تقول انت ميزنا وحاطنا في هذا المكان. ايه. لو تحدثنا عنه تفضل شوي نجدم ابو جمال قدام. طبعا هذا هو الهايلكس مشاهدينا الكرام 2020 بس شو مواصفاته والمحرك؟ مواصفات طال عمرك هذا فول اوتوماتيك وشاشه كاميرا يعني رقم واحد. مواصفات عاليه بالاضافه الى الكاميرا والشاشه دفع رباعي. دفع رباعي. نعم. وموجود يعني اوتوماتيك. اوتوماتيك. ومن داخل لون؟ في عادي. داخل الاحمر. احمر. وفي عادي كمان. انزين يعني عندنا المواصفات العاليه بالاضافه الى المواصفات العاديه. اي نعم. انزين نعم. الحين هذا ابو جمال كم بيكون سعره ان شاء الله؟ سعره طال عمرك هذا لين 92 93. موديل 2020؟ 2020. كم ماشي تقريبا؟ ماشي 12000، ماشي 10000، حد منه حد ماشي 15000. نعم. على حسب الموديلات بالاضافه الى المشي. نعم. يعني هذا مشاهدينا الكرام موديل 20 طبعا 2020 والسياره ماشيه 12000 والسياره على الضمان الى الان وسعره بيكون كم قلنا 95 ولا 92؟ 92 الى 93000 درهم لاصحاب المشاريع. السياره هذه موجوده وسياره ايضا جميله. والنظام نظام التمويل كيف عندك يا تمويل ترى كذا حد يمول على بنك؟ احنا ما عندنا مال، نعطي الاوراق ولين يخلص البنك ويجيبنا الاوراق من البنك ونسلم له السياره. نعم. ونسجلها. زين يعني في عندك نظام تمويل بعد؟ ما في اي ما اشكالي. عندنا مانا. نعم. والتامين والخدمات؟ تامين خدمات تبع سياره نظيفه بنعطيها على فحص. نعم. اول شيء يروح يفحصه وطلع سياره جيده عقب بنعطيه الاوراق ويقدمها على بنك. نعم. صار. كفايه ان السياره موديل 2020 مشاهدينا الكرام على ضمان. انزين ابو جمال خبرنا عن الموديلات الثانيه، يعني في عندنا الهايلكس في منه 6 سلندر وفي منه 4 سلندر صحيح؟ طبعا في 6 طال عمرك. نعم 6 و4. اي انزين الحين اللي موجود اكثر الاعداد عندنا اكثر شيء 4 ان هذا يمشي اكثر في السوق يعني مثل اللي هو الاربع سلندر سعوديه يمن. نعم. سودان للتصدير افريقيا حق التصدير حق التصدير كله تصدير وكلهن دفع رباعي ولا كلهن دفع رباعي كلهن دفع رباعي اكثر شيء. نعم هذه سيارات معروفه مشاهدينا الكرام الهايلكس سياره
عملية سيارة رائعة اللي استخدمونها مثل ما قلنا أصحاب المشاريع، أصحاب المحلات، أصحاب المقاولين اللي عنده محلات من هذه أو شركات النقل ولا حاجة، سيارات موجودة عند أخونا أبو جمال في معرض النشوان. بننتقل وياكم أيضا مشاهدينا الكرام نتعرف مع أبو جمال على أنواع السيارات الأخرى اللي موجودة عندنا هنا. مثل ما تشوفون ما شاء الله مجموعة طيبة من السيارات موجودة عند أخونا أبو جمال. أبو جمال أشوف أنا عندك أيضا البرادو والفورتشنر، بس هذا شو مديله والثاني شو مديله؟ 2017 طال عمرك. 2017 وهذاك 18 و2018 شكل جديد، يعني فرق سنه وتغير الشكل سبحان الله. انزين ابو جمال خبرنا، ما شاء الله انا اشوف هذا يعني كله رقم واحد. هي رقم واحد فتحه سعره 105000 107000 2017 نعم، والثاني هذاك 2018 128 127 سعره 2018 تبع كم ماشيات تقريبا ابو جمال؟ والله 18 ماشي ممكن 45 45 ماشي والي 80 لين 75 80 الى 75. يعني مشاهدينا الكرام يوم قلت انا 2017 و2018 السيارات الى الان يعتبرن على الضمان، ضمان المصنع 5 سنوات من الوكيل، والسيارات مثل ما تشوفون سيارات جميله ورائعه وايضا نظيفه. ابو جمال كم ماشي تقريبا البرادو الاولى؟ هاي كم ماشي؟ يمكن 80 ترى 80 و2018 هاك ماشي 45 45 وايضا مثل ما قال ابو جمال اثناء اللي ما يقدر يشتري سياره نقدي طبعا يروم يعطي الاوراق ابو جمال اخوي يوديها طبعا اي مصرف ويمول عن طريق هذه المصارف. مثل ما تشوفون سيارات جميله جميله. ايضا عندنا الفئه الثانيه من التويوتا اللي هي طبعا الفور تنر، هذه الفور تنر طبعا مثل ما تعرفون هي نفس مواصفات او شكلها مثل الهايلكس، لكن هي سياره نقل تعتبر سياره ركاب، سياره جميله وايضا دفع رباعي ابو نعم دفع رباعي ابو جمال. زين ابو جمال حدثنا عن هذه السياره، الموديل، المواصفات، المحرك. هذا طال عمرك 2017 فول اوتوماتيك نعم، سعره 78000 سعره 78 78 نعم، يعني ماشي حوالي سياره حدود 80 ما ادري 75 اقل 80 الى 75 تقريبا ماشيه. سياره قلنا موديل كم ان شاء الله؟ 2017 2017 وبيكون سعرها 87 77 80 77 الى 80. الاسعار طبعا قابله للتفاوض مشاهدينا الكرام. اخوكم ايضا ابو جمال ما بيقصر وياكم سواء بغيتوا السيارات النقل اللي هي الهايلكس او سيارات الركاب، واسعار الى الان انا اشوفها والاحظها طيبه، بما ان نحن دائما وباستمرار الحمد لله نغطي هذا السوق، نعرف اسعار السيارات، اسعار اللي اعطانا اياها الى الان ابو جمال اسعار طيبه والحمد لله. ومثل ما خبرتكم اخوي ابو جمال من اصحاب المعارض القدامى في هذا السوق الجميل والرائع. وايضا ابو محمد نرجع الى عشقك الاول اللي هو طبعا التويوتا لاند كلوزر الستيشن، تخبرنا يا ابو جمال عن مواصفات الموديل. 2019 طبعا فل اوبشن فتحه وجلد نعم. رقم واحد سعره محرك 165 6 سلندر 6 سلندر هذا 6 سلندر رقم واحد 165 سعره لين 165 موديل 2019 كم ماشي تقريبا؟ ماشي هذا ممكن 38 ما شاء الله بعد ما ماشي شيء يعني 2019 سياره اللون مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام ابيض لولو من داخل السياره مواصفات عاليه بدون اي تعديل او اضافات. ابو جمال السياره عليها عقد الصيانه طبعا طبعا فيه لين 100 لين 100000 100000 لين 100000 عليه ضمان على الوكاله. على الوكاله يعني تشتري نعم تشتري السياره مشاهدنا العزيز ما تحاتي ولا تفكر. نعم. سياره الى الان على الضمان صار ما صار عليها طبعا الوكاله تتحمل كل الاعطال وها، وان شاء الله هي السيارات هذه جميله طبعا ما فيها اعطال كثيره. ابو جمال تخبرنا عن عدد السيارات او انواع السيارات اللي موجوده عندك من التويوتا لاند كروزر اللي هي الستيشن في. نعم. عندك انت موجوده بعد 8 وال6 سلندر بعد طبعا في 8 وفي 6 نعم. الموديلات اللي موجوده الموديلات موجود من 2017 لين 2019 2016 موجود ما شاء الله موجود يعني من 16 وفوق 16 وفوق 16 وفوق لين 19 موجوده موجود. هذه السيارات الجميله عند ابو جمال. ابو جمال ايضا بعد شفنا عندك اللكسس ال 750 الدفع الرباعي 577 نعم 2017 طالبين فيه لين 290000 مطلوب 290000 خلينا نشوف خلينا ندخل وياك هناك نشوف شويه ابو جمال ما شاء الله سياره جميله مشاهدينا الكرام
سياره وكاله وكاله بدون تعديل ما عليها تعديل يعني مو معدله محوله الرياضيه ماشي هذا شوي ماشيه حوالي 110000 110000 ايه. موديله كم قلنا 2017 ايه. ماشي 110000 في مرات بتدينا ماشي عداد اقل عداد اقل نعم. نعم هذا سوق مشاهدينا الكرام على حسب الموجود يعني اذا سياره نظيفه ماشي شويه قليل فتمشي في ناس تدور ما عنده مشكله يعني يدور السعر مناسب لكن السياره تكون بعد ايضا شكل معين موديل معين وهذه عندنا 2017 هذه السياره مشاهدينا الكرام وسياره تعرفون طبعا التويوتا اللكسس من السيارات الجميله والرائعه والسيارات ايضا الفارهه هني قلنا ابو جمال اللون اي لون من داخل هذه الزعفراني ولا بيج طال عمرك بيج خلينا نفتح وياك الباب وجمال نشوف هذا بيج نعم تفضل هنا بنشوف برايكم ما شاء الله السياره جميله مشاهدينا الكرام ايضا معدله من داخل تلبيسات الارضيه بشكل جميل ورائع شاشات ورا وشاشات عليها ما شاء الله مواصفات عاليه طبعا اللكسس من السيارات اللي هي خلي ابو جمال مفتوح الباب خلي الاخوان يصورون هنا نشوف وياكم والخشب عندنا والديكورات الداخليه شيء جميل ورائع ما شاء الله سياره تقريبا ماشي 110000 موديل 2017 وبيكون سعرها ان شاء الله كم قلنا اخوي ابو جمال 290000 واللون الذهبي من داخل بيج مثل ما شفتوا ويانا مشاهدينا الكرام ابو جمال نشكرك ويعطيك الف عافيه منك التوفيق ان شاء الله نبغاك تعطينا كلمه حق المشاهدين وزوارك القدامى والجداد نعم الله يبارككم فيه ان شاء الله وما تقصروا وان شاء الله تعطيهم اسعار طيبه ان شاء الله حاضرين معرضكم ان شاء الله الله يطول بعمرك شكرا يا ابو جوال ما قصرت بارك الله فيك اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام طبعا نختم وياكم هذه الجوله الرائعه والجميله من سوق حرس سيارات الشارجه وتعرفنا فيه وياكم على صاحب هذا المعرض وخبرنا عن انواع السيارات الموجوده مثل ما خبرناكم المعرض تميز بالسيارات ايضا التجاريه والسيارات نقل الركاب والسيارات ايضا الفارهه من فئه الدفع الرباعي حياكم الله نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه.